ويلكم يوتيوب، ورجعنا لكم بفيديو جديد. الفيديو هو طبعا انا متحمس جدا جدا للفيديو ده. قبل ما ابدا طبعا الفيديو بقول شكرا لنونا زقزوق، قناتها تظهر هنا على الانترو اللي هي عملته، وطبعا انا بدعمها، رابط قناتها تحت في الديسكريبشن. عايزين نوصلها النهارده ان شاء الله 200 مشترك. بس كده في خبر تاني، اللي احنا عملنا جروب على الفيسبوك اسمه ايبي فيديو بالانجليزي، ايبي فيديو بالعربي نفس اسم القناه بتاعتنا اللي على اليوتيوب. الجروب ده ان شاء الله الفتره الجايه اي حد عنده فيديو كوميدي عايزنا نعمل عليه رياكت يوم حطه، او مثلا لقى هو بيتصفح عنده على الفيس لقى فيديو كوميدي يشيره على الجروب ده. يعني ملخص، انت تخش في الجروب وتلاقي اي فيديو كوميدي مضحك مثلا يعجبك تقوم مشيره عندنا في الجروب، تمام؟ عشان نطلع نعمل رياكت عليه وقدام طلبكم ان شاء الله. انا مسؤول في الجروب واخويا طبعا مسؤول في الجروب كمان، ومعانا شخص ثالث. يا ترى هو مين؟ شخص اسمه محمد علاء. محمد علاء عنده قناه اسمها محمد جيمر، قناته حلوه جدا، بيتعب فيها جدا، بيتعب فيها قوي، والفتره الجايه يعني انا بكلمه على الواتس وكده، هو خلاص صاحبنا بقينا اصحاب، فان شاء الله هيكون برده ماسك معانا الجروب. وعايزين برده نوصله ليه 200 مشترك النهارده. بس كده يلا نبدا الفيديو. النهارده فيديو جديد من نوعه شويه. لو انا بتصفح على الفيسبوك لقيت شويه فيديوهات كده غريبه، فقلت ايه، قلت اطلع ايه اعمل رياكت عليها. فيلا نشوف اول فيديو. اوه يا ولد يا ولد يا مالي ده، في ايه؟ معرفش. اول فيديو كده غريب، بس انا لقيته كده وانا نازل فقلت اخده. قلنا ناخد نعمل، فهنشوف في الفيديو اللي بعديه ده. بقى واحد اختصر الاكل في دقيقتين يعني. طبعا الاندومي بدل ما هو يعني كل والله صدق فكرة حلوة، فكرة جامدة. لا ويخرب بيت الروقان اللي فيك، ايه يا عم ده؟ لسه بقى يجي يشد لسه بقى كده ويقعد يشفط بقى وبتاع. لا مقص كده وكل على طول يا معلم. شغل هو طبعا الفيديو كله كده، فانا خلاص عرفنا المفيد يعني اللي في الفيديو. يلا نشوف الفيديو اللي بعده. ده الكابتن بتاع طبعا، ده كابتن جيم. ماله ده؟ هو الفيديو ده اصلا انا جايبه، يعني لقيت واحد كاتب عليه بعنوان بيقول ايه على الفيسبوك، بيقول احنا عايزين واحد يعني زي كده يكون معانا في الجيم، اللي هو يقعد يزعل، اللي هو يخليك تشيل غصب عنك او حاجه زي كده. وليه الكتف لازم؟ ده عذاب، ده يا عم ده بيعذبه. ده قاتل يا عم، ده في ايه؟ مش كان هو بيشيله بس بيقعد بص قاعد يضربهم وهيضربهم شويه كده على بطنهم. ايه يا عم في ايه؟ في ديمو الحديد على عليه كلهم بالحديد. ايه ده يا عم؟ مش هتقف في 10 واستراحه بالسلامه يا عم. الكابتن الجاحد ده بص يا جاحد، مش عارف في ايه. انا بيضرب بكل ما روتين قوه يا جماعه، براحه يا جدع. الفيديو ده بقى الفيديو اللي يعني اللي انا طالع عامل رياكت على الفيديو ده، بس انا جبت الثلاثه دول زياده. الفيديو ده بقى اغرب فيديو انا يعني غريب بجد. الفيديو مش فاهم ده ميوزيكلي ده ولا ايه يعني. طبعا ده ميوزيكلي على يعني طابور، مش فاهم اصلا اقوله ازاي يعني. طابور الصباح بيعملوا ميوزيكلي، قلب تيك توك او اتقلب ميوزيكلي. يعني هم واقفين كده بدل ما يقولوا بلادي، لا ما بيقولوش يعني، اللي هو ايه حركات بس كده، لكن حبي واقف وادي وايه يا جدعان، ما ينفعش الكلام ده. حتى في المدارس اتحولوا لميوزيكلي. لا المدرسة برضك اللي واقفة فرحانة، والعيال بقى ايه يا جدعان؟ هي دي مدارس. البت من دول تلاقيها صغيرة قطقوطة كده جميلة صغيرة، فجأة تلاقيها تروح المدرسة يعلموها الميوزيكلي، لما تكبر بقى
مش هتسيبنا بقى عنا، اقسم بالله ما هتسيبنا وهتقعد هتلاعب ده اللي جنبه يا عم انت. فبس كده الفيديو خلص، يا رب تكونوا ضحكتوا في ثانيه من الثواني بتوع الفيديو. فيديو قليل جدا، فيديو قليل بس ما ينفعش نتاخر، يعني نتاخر عليكم في الفيديوز. فان شاء الله اللي جاي احلى، ولسه الواحد بيفكر في افكار في الفيديوهات ان شاء الله جايه. بس كده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب وتعمل شير للفيديو بس كده. كان معكم في فيديو، سلام.